اهلا وسهلا فيكم بالنمط الجديد اللي عم تتبعه يا سور بهدف دعمها للسياحه الداخليه. معي انا زكي الكسم. اليوم نحن طالعين على منطقه مميزه جدا واللي هي سفاراي. خليكم معنا لحتى نتعرف عليها. رح نطلع نعمل كامبينج ومن بعدها هايكينج. خليكم معنا. مثل ما عم نشوف الجو رائع جدا، هدوء كتير، ما عم نسمع غير صوت المي وصوت الحيوانات. من الوقت للتاني بيطلع صوت بومه، بيطلع صوت واوي والى ما هنالك. ففعلا بتبعد عن كل شيء خاصه بالمدينه وضجه المدينه. هلا نحن بلشنا نشوي الاكل، جايبين شيش طاووق وايضا جوانح وغيره. الجو كتير حلو، اكيد بنصح الكل انه يوصل لهون. مثل ما شفنا نزلنا من سفاراي من حد الأسواس، كفينا دغري، بعدين رحنا على اليمين. بتضلك ماشي تقريبا حوالي 30 كيلومتر، بتصف السيارة وتقريبا شي ثلث ساعة بتضلك نازل بالوادي لحديت ما توصل لها اللوكيشن اللي كتير رائعة. ما في حدا، صعب أساسا انه يوصل لعندك حدا، وبالنهاية حلو كل شخص يوصل لهون يحافظ على نظافة المنطقة. مبسوطين كتير، لا في برد كتير ولا في شوب كتير، بالعكس رائع جدا. وشو بنصح؟ اكيد بنصح كل حدا بيجي لهون يجيب معه شيء مثل كاتول او اي شيء تاني لحتى البرغش. مثل ما شايفين في عقص وبرغش، غير هيك كله رواق كله تمام. شوي ورح نبلش اكل لانه ريحة الاكل شيء رائع جدا. على الطريق العام انت وطالع على جزين في منطقة اسمه عبرة، هونيك في سوبر ماركت كتير كبيرة بتبيع من كل شيء. فجبنا من عندهم الشيش طاووق. خلينا سوا انا وانتو ندوق الشيش طاووق، هل هي طيبة مش طيبة او شو وضع. اوكي، مبدئيا كتير سخنة. لا رائعة جدا. الصوص كتير طيب. حبينا نعمل كزدورة ونوصل لحد النهر بالليل، نزلنا غسلنا وهيك. صباح الخير. هلا فقنا، الصراحة كانت ليلة كتير حلوة، بس الصبح شوي هيك شوبنا لأن حاطين الخيم تحت الشمس، فهي كان لازم ننتبه لها أكتر. غير هيك كان كله تمام. هلا رح ننزل نصطاد سمك، خليكم معنا. وما تتخيلوا كمية البوزيتيف انرجي اللي حاسين فيها، وكل شيء رائع كان. اهم شيء لكل الاشخاص اللي راح يحبوا يجوا لهون، نترك المحل نظيف، كل الزبالة اللي قلنا نعبيها بقلب الكيس ونطلعها معنا. مبدئيا اكيد بنصح الكل انه يجوا لهون. هذا كل شيء بدي اقول لكم اياه، ما تنسوا تضلكم على متابعة معنا زيتور على يسور مع انا زكي كاسم. بالجزء الثاني من فيديو سفاراي رح بتشوفونا طالعين على القلعة اللي فوق، ان شاء الله تكون مبينه بالكاميرا. هذه هي قلعه الحصن اللي هي بترجع من 1100 وتقريبا شي 29. بالجزء الثاني انطرونا دائما على زيتور على ياسور، معي انا زكي الكسم.